الشخصية اللي بعدها وائل غنيم. ده محتار بقى، ده متلخبط آخر لخبطة. ده جه في يوم الأمانة أنا أقوى من عمر سليمان وحسني مبارك، وبعدين ما عرفناش أقوى منهم في إيه، وما شفناهوش أقوى منهم في إيه، ولا لقينا له أمارة هو أقوى في إيه. بس هو أول واحد اعترف، قال يا جماعة مش هنعرف نفرق بين الشعب والجيش. ده أول واحد خد باله، يعني أنا يمكن شايل له بس الحتة دي، إن هو فعلا خد باله من إن الشعب المصري مش هيسمح بالحكاية دي. شخصية ما قبل الأخيرة، علاء عبد الفتاح. يعني ما في السجن. كلمة. اللي يقف قدام جيشنا ده وترفع سلاح كمان وبتاع لا يروح.